خلك معانا يا مستمعنا، سوالفنا ليها وفيها كل معنا. سنة وسالفة الموسم الرابع من إنتاج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة بالتعاون مع إذاعة الفجيرة، من الاثنين إلين الجمعة الساعة 4 العصر ويعاد الساعة 8 المساء. الحلقة العاشرة من سنة وسالفة، بث يدو الجزء الثاني، تأليف سلطان بن دافون، مونتاج زهراء غلام، مكساج محمد صلاح، مساعد مخرج هدى أحمد، إخراج حسين الأنصاري، تنسيق وإشراف شيخ الشرع، الإشراف العام علي عبيد لحفيتي. ضغطوا ضغطوا وشيروا البث، ولا تنسوا برودكم عشان الدبل. هانت 10 وردات باقي ونوصل هدف الدبل. مشكور يا مخاوي الليل، شكرا نورة لمورة على الاسكريم، فتح الدبل. الله يحفظك يا المرس، اشهد انك كفو. مشكور على الاسد، ما قصرت، هذا الدعم ولا بلاش. هذه لهم المتابعين الحقيقيين، كل الموجودين في البث سيروا دخلوا على حساب المرس وسووا لي اضافة، يستاهل الريال. خيبة يتراولي ولا ويش؟ هي والله يدوم نزلي ليش اسد، وانا صار لي كل هالفترة اسجل وما حد طرش لي شي. انطب انت انطب، حسود شروا ابوك عافاني الله، متابعيني هذيلا خلني احكم عليه. انزل وش رايش يدو تحكمي علي انه يوقف وينبح 10 مرات وعقب يقول عمي سعيد؟ هيه خبيل انت، تبا ينبح ويقول عمي سعيد؟ ما على كيفك هو. وبعدين ها حسابك ولا حسابي؟ قم قم قم، شكلك نسيت ان انا يدتك. يا يتعلمني وش اسوي وش اقول، ما كني اكبر عنك وافهم عنك. خوذ عن ويه خوذ. ايه يا موزة، اسمنش صبيت عينك بيديش. وش تبان اسوي؟ ترى همي هي بس الياسة تسوي غلط ويقولوا بعد ديروا بالكم على الصغارية، لا تعطوهم ولا تسووا ليهم ولا تخلوهم ومنعوا عنهم وسووا عنهم. أظن حتى الكبارية يبالهم متابعة. أنت بدال هالراديو اللي بال عنه قرقرقرك الحين وساعة، افتح المخ وفكر فيه، طلع لي حل الحين حق هالمصيبة. المصيبة هاي كلها من تحت راس سعود، ولا احنا من وين بتينا هالمصايب؟ يلا قولي لي، هذا الولد اتي حساسية مرة في جسمه إذا ما سوى مصيبة في اليوم. بس لقيتها، نشل عنها التليفون ونعقه. دوكم انتو بتعطي سعود خردة وبتزيدوا فوق 500 حقه بعد، وبيصير يربع يجيب لها تليفون جديد. انزين عيل خلنا نمسح، ولا اقول لك لا، خلنا نغير عنها رقم النت. مشكلة ما كذا بتروح بتقول حق سعود سوي لي غيره، وش الدبرة؟ الدبرة عنده سبحانه، بديت ويهو. سلام عليك اختي. حي الله بصديقتي الإلكترونية مزنة. الله يحييش يا بعد شبدي انتي، والله والله تولهت عليش، من زمان ما حشينا ولا سولفنا. انتي ما عرفنا ليش؟ كل ودي تقولي بيش وبزورش وتختفي مرة وحدة. والله شو اسوي يا اختي شو اسوي، انتي عارفة بقى مشاغل الدنيا والحياة والعيال والعيال. انزين وش عندش اليوم؟ ولا شي، يلسة لا شغلة ولا مشغلة. عيالي شور قومي حطي عبالك شو تعالي، وبخلي بنتي تطرش ليش ابوي موقع البيت عشان تدليه. تمام فديتش يا الغالية، ودعت الله. مرحبا مليون ولا يسدن، أسفرت ونورت، ما بغيتي تينا ونشوفش؟ مرحبا بش يا حبيبتي، والله اني استنست بشوفتش يا قلبي. الله يحفظش، على الطبيعة شكلش غير. ترى يقولوا حق الكاميرا دايما تغير الأشكال قوي، ما بيكون نفس الحقيقة. وابي ايه؟ وايد يا حبيبتي وايد، إلا ما قلتيلي وش أخبار الدعم معاش؟ لا فنان مرة، ما من قصور أبدا، وبشرش أمسات أنت ما كنت موجودة
وكيما ياني ذاك الدعم الأسد. يعني حمدو غنية؟ وعلي غنية على شو؟ كل الدعم ده اللي بتحصليه وبتقولي يا حسرة؟ انتي وش سالفتش؟ كل شوية تعقك المغاريبة، وبعدين الدعم وش من فايدة وراه؟ ترى منو يطرشوا لي الشي تزيد الأرقام وبس. قصدش تزيد الرصيد في البنك؟ ها؟ بنك هي؟ أدي كده أدي كده. ما فهمت روكي. والله أنا كمان حس أنك أنت ما فهمة شي مولية. والله الحين أنا ما فهمة اللي أنت تقولي. الدعم اللي بتحصلي ده تحوليه على البنك وبتسحبي فلوسه. لا تقولي. والله يعني كل ما يطرشوا لي شي يكون فيه فلوس؟ وكل ما كبر الشيء كبرت فلوسه وزاد الصراخ عليه. ها؟ وانا اشوف سعود عايش على هالبرنامج. انزين عيل انت تعرفي اكثر عني. شوفي ها انا كم عندي؟ ما عندك شيء ما عندك شيء. شروكي ما عندي وانت تقول فلوس؟ كنش اللي تقص علي. صدقيني ماشي شيء فاضي فاضي ما عندك شيء. هيه انا ياني سعيد وشل التليفون تعبث فيه وراح لا يكون إلا كمل حول الرصيد على حسابه البنكي. ما علي يا سعود دواك عندي يا الحرامي. الوضع زاد عن حده يا سعيدو، مثل ما علمته يلا الحين عاد فكنا، ما صارت لنا خصوصية في البيت. يدوتي قامت تصور كل شيء وتحط الشغلات كلها بالغلط، والبارحة أنا ياسكش بالحوي نشت وصورتني، والبنات سحبوا الفيديو وحطوه في الجروبات وخلوني أنا مضحكة عند اللي يسوى واللي ما يسوى. رديتوا علي أنا الحين، ترى الموضوع كله على بعض وصورتها بالغلط وحبوها المتابعين وطلعتها وياي بالبث، وهي حبت السوالف وقامت وتعلمت. وبعدين في شغلتين لازم انتو تعرفوها. الاولى اني انا نزلت حق الدو هذا التطبيق عشان تتابع اشياء تحبها، هالمؤثرين ومحتواهم يتكلموا عن التراث وانواعه، واللي محتواهم طبخ يقدمون وصفات واطباق. والشي الثاني الدو تحتاج حد يجلس وياها تسولف وياه وانتو كل واحد بصوب في البيت. يعني؟ يعني يدو لهم حصلة حد يجلس وياها يسولف وياها يضحك وياها، ما بتروح تسولف مع الخلق في برامج، ولكن انتو تبتلبسوني انا السالفة. شو فيكم حشرتكم واصلة برا على البيت؟ ماشي أبوي ما في سلامتك. اسمعني أنت، شوف لك حل وروح وقف هالمهزلة هذه. إن شاء الله أبوي. شو بتسوي؟ بكلم ربعي يسوى على حسابها ريبورت، يعني سبام. شو يعني؟ يعني تقرير إنه الحساب مزعج، ولو فوق 20 شخص يسوى هالتقرير على نفس الحساب الشركة بتبند الحساب خلاص مولية، وصاحبه خلاص ما بيروم يدخله، واحتمال حتى التليفون يصير عليه حظر من فتح البرنامج. بس هذا هو المطلوب عشان تفكونا وتفك البشرية من شركم. سنة وسالفة، تمثيل بشرى الكياني، محمد المسماري، مواري عبد الله، محمد العبدولي، خلود النقبي. خلك معانا يا مستمعنا، سوالفنا ليها وفيها كل معنى. سنة وسالفة، الموسم الرابع، من إنتاج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، بالتعاون مع إذاعة الفجيرة، من الاثنين إلى الجمعة الساعة 4 العصر، ويعاد الساعة 8 المساء.